بسم الله الرحمن الرحيم. في الخمس دقائق دول هنحاول نشوف ازاي نقدر نستنتج مقدار تحمل الخازوق للاحمال اللي جاي عليه، المقدار اللي انا اقدر اعتد بيه في الديزاين بتاعي. دايما في كل التكنيكال ريبورتس اللي بتجيلنا بيكون في انديكيشن بطريقه او باخرى بتبين لي ازاي اقدر اعرف الحمل بتاع الخازوق، بحيث اقدر اقدر عدد الخوازيق تحت كل عمود او في الرافت بتاعتي او ما شابه. فدلوقتي الجدول اللي قدامي ده جالي من احدى معامل الجيوتكنيكال، احد معامل الجيوتكنيكال، واداني الجدول ده. عايزين نفهمه بتعمل ازاي، وبرضو يعني اي حاجة تبقى شبهه ونقدر نمشي بنفس الطريقة. مبدئيا هو بيقول لي انك انت عندك الخانات الافقية كده زي ما احنا شايفين. اولا حدد لي البايل دايمتر، طبعا بيديك اكتر من بايل دايمتر، بيديك اذا كان ال 120 90 100 متر ونص حسب، بيبقى فيه اكتر من صفحة، كل صفحة بتحمل نفس الشكل ده بس بقيم مختلفة. اكيد بيديني كمان الاف سي او اللي هي المقاومه المحوريه الاكسيال كاباسيتي بتاعت الخرسانه، اللي هي مفيش اي فليكشر على الخازوق، فبناخد الحمل كعمود محوري ماشي، وبالتالي بنخفض الاجهاد بتاعه. مثلا دي كانت 5 اف سي بتاعتي كانت 25 مثلا اف سي برايم، فبناخد 0.25 منها بتطلع الرقم ده 35 30 وات ايفر. المهم الاف سي او بتاعتها هي 0.25 من الاف سي برايم بتاعت السلندر بتاعتي، اللي بناخدها في المعادلة بتاعتي في حسابه كعمود ماشي. وطبعا ما بناخدش معانا مركبة التسليح بالمناسبة، بناخد فقط مركبة الخرسانة فقط في مقاومة القوى المحورية. طيب بيديني في العمود اللي على الشمال عمق البايل، لان البايل انت عارف بيمتد ممكن من وش الارض لغايه زي ما انت عايز. فطبعا هو هنا بيقول لي خلي بالك في مقاومته في الفريكشن بتكون اهوت، هنا في الفريكشن بتاعه بتكون زيرو في لغايه عمق مقداره كام؟ لغايه عمق 6 متر. يبقى لغايه 6 متر انا عندي الخازوق مش شغال لان السول ضعيفه. هو حتى كاتبها تحت، هتلاقي مكتوبه في احدى الملحوظات اهو، فيرست 6 مترز وير نيجلكتد فروم ذا كالكوليشن اكوردنج تو بيزمنت كذا كذا. وبالتالي السول كانت ضعيفه جدا هنا، فما رضيش يعتمد على السكيم فريكشن بتاعه. اوكي لغايه 6 متر، من اول ما عدى ال 6 متر ابتدى الفريكشن بتاعه، هتلاقيه قاعد يزيد بقى، يزيد باضطراد طبعا، لان المسطح المساحه الجانبيه للخازوق قاعده تزيد طول ما انا نازل. وصلت لرقم معين تحت وهكذا، هتلاقي بقى التوتال سكين فريكشن، ان هو السكين فريكشن ليه مركبتين، يعني مش هنخش في تفاصيل قوي، بس هو في النهايه السكين فريكشن بتاعك وصل ل 602 مثلا هنا ان اديشن. فبالتالي بيقدر يطلع الالاوبل بتاعه كسكن فريكشن بعد وجود عامل امان وكده، وعامل الامان بتاعه الفاكتور اوف سيفتي بتاعه واخده من 2 ل 3. تلاحظ هنا قسم الرقم على 2 ما قسموش على 3، مش مشكله، المهم ان هو خد الفاكتور اوف سيفتي. اصبح ده الالاوبل سكن فريكشن بتاعه اللي هو الاكشوال بتاعه ما متاخد فيه عامل الامان بتاعي. في كل القيم دي هتلاقيها الضعف، يعني سوري، او دي نص دي او دي ضعف دي، مش مشكله. البوينت ريزيستنس بتاعتي على اساس ان هو بقى بارتكازه كمان عمل ايه. وفي النهايه خالص بقى بيقول لك خلي بالك، يبقى انت دلوقتي عندك الاقدر الالاوبل البوينت ريزيستنس بتاعتي وصلت لكذا ماشي، نتيجه احتكاكه ونتيجه ارتكازه ماشي، ده مجموعهم هم الاثنين على بعض. ولكن تكر من حاجه بقى، هذه الحته التركه الوحيده اللي احنا عايزين نركز عليها في الفيديو ده، وهو انك انت مش معنى كل ما تطول البايل اللي عندك انك انت خلاص وصلت الماكسيموم كاباسيتي اللي هي وصلت مثلا 3000 وشويه او ارقام مخيفه بالمنظر ده، 1140 او 1156. طبعا البايل كاباسيتي الحقيقيه اللي هاخدها هي الخانه الريكومندد مش اللي انا معلمها، هتلاقيها ايدنتيكال تقريبا، هم الاثنين ايدنتيكال لبعض زي دي. في النهايه حقق لك البايل كاباسيتي بتاعتك توصل ل 1655 طن. طبعا ده رقم ينبغي التحقق منه. ازاي؟ هتلاقيني كده عامل لك خانات باللون الاحمر وخانات سايبه من غير اي تهشير. ايه معناها دي؟ بنركز في الكومنت في النوت نمبر 6. النوت نمبر 6 بيقول لي فيها the maximum bile capacity shall be limited ماشي، shall be limited based on maximum allowable stress of concrete using the following formula. ده بيقول لك بقى خلي بالك البايل ده هينهار على احد احتمالين، اما ان هو او الكباسيتي بتاعته هتكون على احد احتمالين، اما انها الماكسيمم كباسيتي بتاعته كسكيم فريكشن وان اديشن تو سم بيرنج اند بيرنج، او انه هيكون البايل كباسيتي بتاعه كعمود، ممكن ينهار كعمود قبل ما ينهار كبايل.
وطبعا انهيار، كلمة انهيار بايل بس عايزين نوضحها، انهيار بايل معناها انه يحصل له سيتلمنت مور ذان اللي هو متصمم عليه. يعني كلمة انهيار بايل عايزين نعرفها يا جماعة، او انهار تحت سكين فريكشن او حاجة زي كده، معناها انه خلاص بقى الفريكشن بينه وبين السويل هاز نو يوز، مش معناه انه يتكسر، لا معناه ان هو الفريكشن خلاص ما فيش احتكاك كما ينبغي مع السويل. وده اللي بيحصل في اللود تيستس بتاعتنا، لما بيقول لك البويل ده انهار، مش انهار يعني اتكسر، انهار معناها ان هو خلاص ما بقاش الفريكشن بتاعه مع السويل كما ينبغي، وبالتالي مش هيديك المقاومه اللي انت شايفها في الجدول، خلاص ضاعت المقاومه دي او ضاع جزء كبير منها. طيب انهياره كعمود بقى عباره عن ايه؟ عباره عن المعادله دي، ان انا باخد الاريا كونكريت بتاعتي بتاعت البويل مضروبه في الاف سي او اللي احنا قلنا عليها فوق، اللي هي 9 ميجا باسكال، اللي هي طبعا قلنا 0.25 اوف اف سي برايم، وبالتالي اصبح كعمود لو ضربت حضرتك 1.2 سكوير في باي على 4 اللي هي مساحه المقطع بتاع الخازوق، هيديك رقم اللي هو يطلع تقريبا 1116 تقريبا، مش هسيبها بالظبط، بس هو في الرينج بتاع 1100 وحاجه. وبالتالي اصبحت انا دلوقتي بين 970 لغايه 1260. اذا انا هنا الكباست الحقيقيه كعمود هنا. اذا اي زياده في كباست الخازوق نتيجه سكين فريكشن هاز نو يوز، ما اقدرش اعتمد عليها خلاص، دي انتهت، شيلها من دماغك خالص، واعتمد فقط ان الخازوق ده كعمود هيشيل لغايه كده، ودي الكباست اللي عملت له ليميتنج. اذا لو الخازوق مثلا عمقه كان 25، خلي بالك كلمه 25 دي مقاسه منين؟ من وش الارض، دي حته تركه مهمه جدا، ال 25 متر دي مقاسه من وش الارض، فعمل كده. طب افرض انت عامل البايل بتاعك 25 متر بس مقاس من البيزمنت، البيزمنت بتاعك مثلا كان عمق 9 متر مثلا، يبقى انت التوب اوف بايل بتاعك كام؟ التوب اوف بايل بتاعك كان 9 متر اللي هو منسوب البدروم. طيب اجمع عليه 25، 9 زائد 25 تديك كام؟ تديك 34، يبقى 34 يبقى هنا، يبقى الكباست بتاعت الخازوق المفروض تكون كام؟ تكون 1410. اقول لا استنى، 1410 ازاي؟ ده الخازوق دوت كان كعمود بينهار على 1000 وحاجه، يبقى انا اقول له اسف سوري اي نوت يوز ذيس فاليو، انا اي يوز ذيس فاليو، الفاليو بتاعت كعمود. طيب مثال تاني، افرض الخازوق بتاعك كان عمقه 10 متر مثلا، خلاص والبدروم كان على عمق كام؟ 9 متر، يبقى 9 زائد 10 متر هو طول الخازوق 10 متر، يبقى نزل عند 19، يبقى عند 19 متر هنا اقدر امشي افقي واخش هنا. قيمته كام؟ 481 طن. اتس اوكي فور مي، ليه؟ لانه اقل من ساعته كعمود، يبقى شغال معايا ماشي، وهكذا. بس طبعا ساعتها انت يكون بقى في نوع من انواع الفاليو انجينيرنج على نفسك، مش منطقي انك تستعمل قطر 120 عشان تجيب حمل زي ده، يبقى انت ساعتها تروح للجدول اللي قبل منه اللي هو جدول 80 سنتي مثلا، قطر الخازوق 80 سنتي او 90 سنتي، وتعمل وتاخد ساعتها، يبقى ديزاين في فاليو انجينيرنج على نفسك، مش تبقى انت ماشي بخازوق كبير قوي بايل كبير وعامل واخد كباسيتي قليله، ده الفاليو انجينيرنج اللي ممكن تعمله على نفسك. وطبعا التمييز بين البايلات وبعضها، انت دايما بتيجي تحت الاكوار وتحط اكبر بايلز عندك تحطها تحت الاكوار ماشي، وتنزل بالعمق، وتخلي بالك في الاكوار بتنزل التوب اوف بايل بيبقى على عمق مش 9 متر ساعتها لو عندك 2 بدروم، ده هينزل كمان مقدار الليفت بيت بتاعتك، ممكن ينزل 2 متر كمان، فيبتدي من 13 متر ونص. جميل جدا، لو 13 متر ونص ونزل 25 متر مثلا، اجمع بقى 13 زائد 25 شوف هينزل فين، لو نزل مثلا 30 متر اجمع من اول هنا وانزل ال 30 متر بتاعتك، انزل هنا وهكذا. اذا ما تاخدش الرقم اللي هنا في العمود اللي على الشمال ان هو البايل لينس اللي انت معتبره، ان هو البايل لينس بتاعك بيقاس طوله من التوب اوف بيزمنت او يعني من بوتوم اوف رافت، عفوا من بوتوم اوف رافت لغايه تجمع عليه طوله، يديك الرقم ده تخش بيه افقي تجيب الكباستي، بات نوت مور ذان الكباسة بتاعته كايه؟ كعمود محوري. اوكي، اتمنى تكون كده الامور كلها واضحة. شكرا، السلام عليكم.